الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستكمل حديثنا عن قمرنا الهاشمي الثاني الإمام الحسن بن علي الرباني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولي الخلافة رضي الله تعالى عنه بعد استشهاد أبيه الإمام علي عليه رضوان الله وسلامه بمبايعة أهل الكوفة، وكانت خلافته 6 أشهر و5 أيام، وهي تكملة ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام عن مدة الخلافة، وهو ما جاء في حديث سفينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخلافة بعدي 30 عاما، ثم تكون ملكا أو ملوكا. وكان آخر ولاية الإمام الحسن 30 سنة و13 يوما، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان عمره 47 سنة. أما مسيره لمعاوية وقصة الصلح فقد سار إلى معاوية وسار معاوية إليه، فلما تراءى الجمعان، وذلك بموضع يقال له مسكن من أرض السواد بناحية الأنبار، علم أنه لن يغلب أحد تلك الفئتين حتى تذهب أكثر الأخرى، فكتب إلى معاوية يخبره أنه يصير الأمر إليه على أن يشترط عليه شروطا، فبعث إليه معاوية حينئذ برق أبيض وقال: اكتب ما تشاء وأنا ألتزمه. فاصطلح على ذلك، واشترط عليه الإمام الحسن أن يكون له الأمر من بعده، فالتزم ذلك كله معاوية. وقال له عمرو بن العاص: إنهم قد انفل حدهم وانكسرت شوكتهم. فقال له معاوية: ما علمت أنه قد بايع عليا 40,000 على الموت؟ فوالله لا يقتلون حتى يقتل عددهم أو مثل عددهم من أهل الشام. واصطلح على ما ذكر، يقول الإمام السيوطي: فظهرت المعجزة النبوية في قوله عليه الصلاة والسلام: يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. ونزل الإمام الحسن لمعاوية عن الخلافة، فكان بعض أصحابه يقول له: يا عار المؤمنين، فيقول: العار خير من النار. وقال له رجل: السلام عليك يا مذل المؤمنين، فقال: لست بمذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلكم على الملك. ثم ارتحل الحسن عن الكوفة إلى المدينة المنورة فأقام بها. وقد أخرج الحاكم وقال صحيح الإسناد عن جبير قال: قلت للحسن: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة، فقال: قد كان جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت، فتركتها ابتغاء وجه الله وحقنا لدماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء أن الإمام الحسن إنما سلم الخلافة لمعاوية حياته لا غير، ثم تكون له من بعده، وعلى ذلك انعقد بينهما من عقد في ذلك، ورأى الحسن ذلك خيرا من إراقة الدماء في طلبها، وإن كان عند نفسه أحق بها. وعن ابن شهاب الزهري قال: لما دخل معاوية الكوفة حين سلم الأمر إليه الحسن بن علي، كلمه عمرو بن العاص وقال له أن يأمر الحسن بن علي فيخطب في الناس، فكره معاوية ذلك وقال: لا حاجة لنا إلى ذلك. قال عمرو: ولكني أريد ذلك ليبدو للناس عيه، فإنه لا يدري هذه الأمور ما هي. ولم يزل بمعاوية حتى أمر الإمام الحسن أن يخطب، وقال له: قم يا حسن فكلم الناس فيما جرى بيننا. فقال الإمام الحسن، قام الإمام الحسن وتشهد وأثنى على الله، ثم قال في بديهته: أما بعد، أيها الناس، فإن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن لهذا الأمر مداه والدنيا دول، وإن الله عز وجل يقول: وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فلما قالها قال معاوية: اجلس. فجلس، ثم قام معاوية فخطب الناس، ثم التفت إلى عمرو بن العاص وقال: هذا من رأيك. ولما كان الإمام الحسن ربيب بيت الإمام علي باب مدينة العلم، وكان الإمام علي ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان لذلك الأثر الكبير على علمه، فضلا عن كونه قد حفظ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظ، من ذلك ما روي عنه من حديث دعاء القنوت
فقد روى إمامنا الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن سيدنا الإمام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في الوتر، وهي الأدعية التي نقولها في شهر رمضان المبارك، وهي: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. وصلى بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. ومنها حديث: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهم عن الإمام الحسن مرفوعا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن براهين علمه ما ذكره ابن القيم الحنبلي حكاية عن رأي شرعي للإمام الحسن رضي الله تعالى عنه في إحدى القضايا في حضرة الإمام علي، أنه أتي برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخة بالدم، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه، فسأله الإمام علي فقال: أنا قتلته. قال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعا فقال: يا قوم لا تعجلوا، ردوه إلى علي. فردوه، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هذا صاحبه؟ أنا الذي قتلته. فقال علي للأول: ما حملك على أن قلت أنا قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين، وما أستطيع أن أصنع، وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في دمه، وأنا واقف في يدي سكين وفيها أثر الدم، وقد أخذت في خربة فخفت ألا تقبل مني وأن يكون قسامة، فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند الله. فقال الإمام علي: بئس ما صنعت، فكيف كان حديثك؟ قال: إني رجل قصاب، خرجت إلى حانوتي في الغلس فذبحت بقرة وسلختها، فبينما أنا أصلحها والسكين في يدي أخذتني الحاجة، فأتيت خربة كانت بقربي فدخلتها فقضيت حاجتي وعدت أريد حانوتي، فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط في دمه، فراعني أمره فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي، فلم أشعر إلا بأصحابك وقد وقفوا علي فأخذوني، فقال الناس: هذا قتل هذا، فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي، فاعترفت بما لم أجني. فقال الإمام علي للمقر الثاني: فأنت كيف كانت قصتك؟ قال: أغواني إبليس، فقتلت الرجل طمعا في ماله، ثم سمعت حس العسس فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على الحال التي وصفها لك، فاستترت منه ببعض الخربة حتى أتى العسس فأخذوه وأتوك به، فلما أمرت بقتله علمت أني سأبوء بدمه أيضا، فاعترفت بالحق. فقال الإمام الحسن قال الإمام علي للإمام الحسن: ما الحكم في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كان قد قتل نفسا فقد أحيا أخرى، وقد قال الله: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فخلى الإمام علي عنهما وأخرج دية القتيل من بيت المال. قلت: وقد أخذ الإمام أحمد بن حنبل بهذه الحكومة الحسنية كما نقل ذلك السامري الحنبلي عن حنبل، قال عمي يعني الإمام أحمد رحمه الله: يدرأ القتل عنه وتكون الدية عليه. في الحلقة القادمة نتحدث عن موته رضي الله تعالى عنه وسببه، وهل مات مسموما، ومن الذي سمه، أو من المستفيد من استشهاده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.